مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفات جميلة ومهارات جديدة ولكن بسيطة، وهتنفع الولاد في حاجات كتير قوي. ناخد كده أفكار بسيطة ونشتغلها مع بعض إن شاء الله تنول إعجابكم. طيب، عندنا أول حاجة هنبدأ نشتغلها هي لو عندي بواقي جلاش. نفترض إحنا عملنا حاجات كتير قوي بالجلاش قبل كده، وصفات حلوة، وعملنا كيكة الجلاش اللي قلنا بنكسر فيها الجلاش لو باقي عندي عملنا حلو. تعالوا بقى نعمل حادق النهاردة. لو عندي بواقي جلاش متكسر أو باقي عندي في الفريزر، ممكن نطلع منه وصفة كده لطيفة. هنقول مقاديرها مع بعض: صينية الجلاش أو الجلاش بالبواقي، عندي لفة جلاش متقطعة أو متكسرة، عندي سمن، عندي جبنة رومي أو جبنة شيدر، أي أنواع جبنة متوفرة في البيت. طبعا الموتزاريلا مهمة شوية عشان تدي القوام الحلو كده. عندي فلفل رومي، عندي زيتون، لو عندكم طماطم، عندكم أي خضروات عايزين تضيفوها براحتكم خالص. عندي للوش، عندي بيضة وكوباية لبن وملح وفلفل. أنا يعني هعمله زي المحشي، زي الجلاش العادي، بس مش بطبقات، متكسر كده عشوائي. وطبعا البيض واللبن ده هسقي بيه عشان يدي معايا شكل حلو كده ويبقى جميل في الطعم. طبعا الجلاش عموما لو انتوا عايزين تعملوه صينية باللحمة المفرومة، بالفراخ، تعملوه مثلا زي التركي اللي بيبقى زي الصوابع ده وبيتلف كذا طبقة جوه بعض، بيبقى ليه خليط حلو قوي بنعمله احنا عملناه قبل كده من الزبادي ومن السمن ومن الزبادي واللبن والسمن، وبندوبهم كده مع بعض وبعدين بنبدأ ندهن منه الطبقات وبيطلع كده مغرق وجميل. طيب خلينا أول حاجة، بصوا بقى، أنا هاخد كده إيه، بايركس ممكن يبقى ده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهفتح هنا من الجبنة. طبعا بواقي الجبن لما تنشف، لقيتوا أن الجبن دي نشفت وإحنا مش عايزين. طبعا الجبنه الشيدر فيها دهون مشبعه وبتقلل الكوليسترول في الدم، بتقوي العظام، صحه الاسنان، البشره، بتقوي المناعه. بس طبعا في الدايت ما بيفضلش نستخدم الاجبان الصفراء خالص، لكن بتبقى بنسبه بسيطه على قد نسبه الدهون اللي احنا محتاجين النهارده ندخلها لينا او نستخدمها، انها مهمه برضو. طيب هحط بقى في البايركس ده مسحه واحده بس بالراحه جدا من الزيت. هي الميزه بقى ان الوصفه دي ما فيهاش دهون كتير، تعتمد على الاجبان بس اللي موجوده والدهون اللي موجوده فيها، مفيش حاجه تاني اكتر من كده. بسم الله هعمل كده، تدخل الفرن. وصفه سهله وسريعه. عايزين تعملوا الجلاش ده مثلا زي البيتزا وتحطوا له صوص بيتزا وتعملوه زي عجينه البيتزا او زي حشو البيتزا، يبقى جميل برده. طيب هاخد كده الجلاش متكسر، متكسر اي حاجه، حلو الكلام. وطبعا هاخد كده معلقه بسيطه كده من السمنه، حاجه خفيفه قوي هتدي طعم لما احط الايه الاجبان والبيض واللبن يتخلطوا مع بعض. هاخد كده من الخليط ده شويه كده. الفلفل ده كمان جميل جدا جدا، عايزه اقول لكم بيعالج الجهاز العصبي، حلو للانيميا، بيحفز الغده الدرقيه لما بيكون فيها كسل، بيحمي من الزهايمر، بيحافظ على صحه الجنين والام، بيساعد كمان في خساره الوزن، بيستخدموه في الدايت كتير، وبيساعد على علاج اضطرابات المعده، الناس اللي عندها عسر هضم، بيقوي الذاكره، ليه فوائد كتير قوي. الفلفل الرومي ده جميل اخضر، بيحسن صحة القلب. بصوا أنا بحط حشو كده ما بين الطبقات، أنا مش عايزة أعمل حاجات خزعبلية يعني، بس عشان يبقى في كل طبقة فيها إيه، فيها شوية. هاخد كده حاجة بسيطة برضو، لونة خالص، حط بقى شوية من الفلفل ده. وهاخد شوية زيتون، مش كتير، اللي عايز يحط تونة، عايز يحط بواقي فراخ مسلوقة عندكم، الزيتون مفيد. بصوا بقى كده شكلها عامل ازاي، هناخد كده شوية من الموتزاريلا، شايفين شكل عامل ازاي، حطيت طبقتين كده شوية تحت وشوية بينهم الحشو، شوية جبنة موتزاريلا،
وصفات سهله وبسيطه وممكن تتعمل تحسوا كانكم تعبتوا فيها. عايزين بقى تحشوها من جوه، تخلوها على المنظر من بره وتتقطع وتتاكل مربعات كده ماشي، بس انا حطيت في الحشو من جوه شويه برده من ضمن الحاجات اللي احنا حطيناها. هناخد بقى من الجبنه التشيدر دي زي ما قلت لحضراتكم، الاجبان لما تنشف في الثلاجه ما تتاكلش. ما انا هسقي بقى من هنا وهتشوفوا بقى شكلها هيبقى عامل ازاي، كانها شبه البيتزا كده. ايوه زي وش البيتزا كده، بتبقى رائعه وفي ناس كتير قوي بتحب الشكل ده، بتحبه جدا. شايفين؟ نشيل بقى الشيدر اللي باقيه دي، شيدر اول ما تنشف او جبنه رومي تنشف او جبنه موتزاريلا تبقى باقيه عندكم، شيلوا كل ده في الفريزر في اكياس. وها وقت الحشوات، الحاجات السريعه دي للافطار بتبقى رائعه. عندكم بواقي لانشون، بواقي لحمه بارده، بواقي لحمه مسلوقه، بواقي صدر فرخه، اي حاجه انتوا عايزينها. ممكن نحط كمان من صوص البيتزا، عارفين الصوص البيتزا اللي بنعمله بالصوص الاحمر ده ينفع جدا. تعالوا بقى ناخد البيضايه الحلوه دي ورشه ملح وفلفل، وناخد بوله، حاضر، وناخد كده ايه نوسع هنا كده. هاخد البيضه دي، بسم الله الرحمن الرحيم، هحط عليها رشة ملح ورشة فلفل ونصب اللبن، بسم الله الرحمن الرحيم، كوباية كبيرة. وهاخد شوكة، عايزين بقى تضيفوا شوية زعتر ماشي، نقلب كده البيضة مع اللبن. اللي عايز يضيف كريمة هتبقى أجمل وأطعم، بس طبعا البيضة واللبن دول عبقريين. اللي عايز يحط شوية زبادي معاهم هيبقى أروع. بسم الله الرحمن الرحيم، الفرن عندي شغال حرارة 180، دي هتطلع كده وصفة جميلة جدا. بسم الله، بصوا هنصب بقى شايفين ازاي، روعة، تسلموا حبايبي. تعالوا بقى ندخلها الفرن، نسيبها بقى ايه الحاجة دي تسيح وتستوي كده، مش هتاخد وقت كتير معانا اهو شايفين ازاي، هتاخد لها حوالي ربع ساعة 12 دقيقة على حسب درجة حرارة الفرن اللي عند حضراتكم. لو مسخنينه 180 قبل بشوية بتلت ساعة ربع ساعة، هيستوي ان شاء الله خلال 15 دقيقة. لو سخن قوي اكتر من 180 هيبقى في خلال 10 دقائق 12 دقيقة يطلع جميل جدا. طبعا الاجبان اتفقنا تتضرب في الكبة او تجرشوها وتحطوها في الفريزر في اكياس، تنفع في اي حشوات خاصة بحضراتكم، على وش لازانيا، نعمل بيها فطاير سريعة، مش هتقول لا. فمش معنى انها جفت او نشفت ان احنا مش هينفع نستخدمها تاني، لا، لما بتحط لها سوائل ولبن وكريمه وحاجات بتدخل في وسطيها مع انواع اجبان اخرى بتدي طعم وبتبقى حلوه وبتبقى ملتد وبتسيح وتبقى جميله. دلوقتي بقى انا هبدا في وصفه تانية، لكن قبل ما ابدا فيها وصفه بسيطه بالبطاطس. ممكن اعمل منها صينيه كبيره، انا هطلع بايركس كبير بس هدي تشويحه للخضروات الحلوه مع البطاطس دي زي العجه كده بالبيض، بس هي مختلفه شويه. هسويها برده في الفرن. خلينا كده نستسمح حضراتكم في استراحة بسيطة ونرجع بعد الاستراحة نعمل برضو من الوصفات السريعة اللي تنفع فطار أو عشاء. تعالوا نشوف هنعمل إيه بعد الاستراحة، في انتظار حضراتكم. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة، هنبدأ مع بعض. بص بس بص على اللي في الفرن كده سوا، بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا أنا مهلكه خالص براحتكم، بصوا يا سلام. سيبوا بقى ايه خمس دقايق وفكروني بليز. تعالوا بقى هنا نعمل وصفه برضو لطيفه عشان نشتغل وصفه الجولشتاين. ماشي خلاص تمام. هنبدا في وصفه جميله مقاديرها بسيطه، طاسه البطاطس بالبيت دي هحط معاها جزر، عايزين تحطوا كوسه، عايزين تحطوا قرع عسلي، عايزين تحطوا فلفل الوان، عايزين تحطوا بصل شرايح اخضر، براحتكم خالص، يعني اللي انتم بتحبوه. طيب عندي بطاطس مبشوره، هي انا مش بشرها بشر، انا عاملاها زي الاعواد كده زي ما حضرتك شايفينها كده، ونقعتها في ميه ومعلقه خل، ميه سخنه ومعلقه خل عشان تبقى كريسبي كده لما تدخل ايه تاخد التشويحه يعني. والجزر عملته بنفس الطريقه برضو اهو زي ما حضراتكم شايفينه كده خلاص. وعندي سوسيس،
متقطع شرايح برضو، تقدروا تحطوا بسطرمه، تقدروا تحطوا فراخ، تقدروا تعملوها باي حاجه. عندي معلقتين نشا، وعندي بيضتين، وعندي ملح وفلفل، وعندي زيت طبعا، وطبعا بقدونس وفلفل احمر مجروش اذا بتحبوا الطعم الحار، لكن انا طبعا ايه هعملها بس من غير فلفل حار. هاخد تشويحه الاول كده، هاخد شويه زيت بسم الله، وهديهم معلقه زبده مذابه كده يدوا طعم للبطاطس تحديدا. البطاطس مهمه قوي معاها، فيها طبعا شويه كالسيوم وفسفور. عايزه اقول لكم فيها فيتامين دي وبي 6 بيدعم صحه القلب، وفيها كميه الياف حلوه قوي بتدعم صحه القلب، وفيها طبعا الفوليك اسيد بيحمي الاجنه، والياف كتير بتدي احساس بالشبع، وفيها كولاجين تخيلوا بيدعم صحه البشره، وفيها بيوتين، وفيها مضادات اكسده، تخيلوا ده كل ده في البطاطس، وفيها نسبه فيتامين سي لا باس بيها كمان. تعالوا كده ندي ايه رشه ملح خفيفه ورشه فلفل، ونشوح كده تشويحه حلوه تدي طعم كده للبطاطس، بمعلقه الزبده الحلوه دي مع معلقه الزيت. اللي لو عندكم فصين توم عايزين تحطوهم كمان تبقى روعه. هاخد معاها شويه بقى من الجزر، الجزر ده رائع، يا ريتكم في يعني تشربوا الولاد منه في الشتاء، مهم ليهم قوي. الجزر بيقوي النظر، فيه غني فيتامين ألف طبعا بنسبه كبيره، ولما بنخلطه مع عصير البرتقال، لو عندكم عصاره الجزر لما بتخلطوه مع عصير البرتقال بيبقى متعادل، يعني الجزر بيعمل امساك وعصير البرتقال ملين، فاحنا عايزين ما نعملهمش لا امساك ولا اسهال، فممكن قوي زي ما قلت لحضراتكم نعملهم الجزر على الايه على البرتقال، يبقى عصير رائع مفيد جدا. هنقلب تقليبه حلوه كده، نشيل دول. نبص، يا سلام استاذ والله، يا نهار ابيض، تسلم ايدك، شكرا، بسم الله. بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، الريحه حلوه قوي. تعالوا كده نقلب تشويحه حلوه، استوى بقى والجلاش تحت طري، وبقى فيه طبق على الوش زي ما حضراتكم شايفين. بصوا الجمال، بصوا شايفين الجمال. ممكن اخد ده نحط عليه الايه البايركس بتاعنا، كان في طبق بقدونس بس طبعا. بسم الله، يا سلام، ونشيله نحطه هنا. الريحه حلوه قوي، ولو في صوص بيتزا زي ما قلت لحضراتكم، صوص الطماطم اللي بالزعتر والريحان والروزماري، وفي فصين توم، هيبقى روعه. تعالوا بقى كده هناخد بقى من الشويه دول، هنيجي في الفايركس هاخد معلقه زبده، ممكن هنا معلقه واحده بس من النشا كده، تشرب اي سوائل ممكن تنزل من الشويه دول، لان انا عايزاها كريسبي، معلقه واحده عشان تشرب اي سوائل موجوده هتنزل من الجزر من البطاطس كده. شايفين ازاي؟ طيب هنعمل ايه بقى؟ هناخد كده معلقه كده، بسم الله، ايوه، من الزبده، هنا نفرش كده البايركس، وبعدين هناخد كميه من الحاجات الحلوه دي، وليكن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجات دي بقى يحبوها الولاد قوي، بس طعموا بقى بالحاجات اللي يحبوها. تقدروا تحطوا شويه صويا صوص، تحطوا معاها شرايح، انا حطيت سوسيس، ممكن حضراتكم تحطوا شرايح لحمه، شرايح لحمه بارده، بواقي فراخ مشويه، بسطرمه. بصوا كده، ايوه، هي بقى تنفع ايه، طاسه بطاطس كده على البوتاجاز، وتنفع تتعمل كمان في الفرن. انا هعملها في الفرن عشان الحق اشتغل مع حضراتكم الايه، الوصفه الحلوه اللي انا عايزه اعملها برضو بالجلاش. حلو، ساعات كده الواحد يبقى نفسه في حاجه حلوه سريعه، نعملها بطريقه حلوه كده. بسم الله، اهو شايفين الجزر ده بيبقى مسكر طبيعي، سبحان الله، نسبة سكر طبيعية، مخلل بنحبه، أكل حادق بنحبه، في بسلة مع خضار بنحبه. شايفين ازاي؟ هحطه دلوقتي. بصوا بقى، هعمله كده، بصوا، وهحط تحت، لان السوسيس هنا هحط هنا بيض، هحط في النص هنا بيض، فعايزه السوسيس ما يبقاش ايه، حياه قلبي والله، انا مستنيه الجمله الجميله دي يا شيمو، والله تسلم ايدك يا ست الكل، انا لازم اشوف ماما يا شيمو، يروح قلبي هنا كمان. ده انا عايزه اقول لك بقى، دي يعني انا يعني ربنا كرمني بجد في الشغلانه دي او في الكارير ده بمحبه الامهات والتتات والجدات، لانه بجد انا ده شيء بيسعدني جدا. بصوا بقى، حطيت شويه شيدر كده، وبعدين هنحط البيض بقى. حط البيض فين؟ هقول لكم دلوقتي. حبه هنا بقى عشان هحط البيض هنا في الحفره. يا سلام، الله ينور عليكم، خبره والله، ما شاء الله ما شاء الله. انا بقى بحب الايه، الرجال اللي هم ايه، بيدخلوا ويساعدوا، ها، خبره من غير ما يدخلوا يساعدوا. خلاص، انا سحبت الجن، بياكلوا بس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كده كده، مظبوط. خلي دلوقتي كده ناخد البيضه الاولى. بسم الله، يا سلام، عشان انا بكسر بيضه بيضه مع حضراتكم عشان اطمن، ان احنا في الصيف بخاف من البيض قوي، بخاف منه جدا. بيض بقى فوائده كتير، بروتين، بيدعم المناعه، بيقوي العظم، بيمد الجسم بطاقه، لانه فيه فيتامين بي 2 وفيه بي 12، عايزه اقول لكم لصحه الشعر، الاعصاب، بي 12 ده مهم قوي، مهم للضوافر، صحه العيون والكبد، عايزه اقول لكم يعني حاجات، وما نكترش عشان الناس اللي بتشتكي من الكوليسترول والانتفاخات. بصوا كده، بصوا بقى، رشه ملح خفيفه، رشه فلفل خفيفه، بواقي الجبنه بقى، مهمه جدا، طعم بقى روعه. يلا بينا ندخلها الفرن، احلى حاجه موضوع الفرن ده. كده بقى جنبها جبنه، بيضه، عايزين لبنه خفيفه، عيش، حبه محمصين كده ويتاكلوا مع البيض، وكل واحد ينقنقها بالشوكه، حاجات لطيفه جدا وفيها كل حاجه اهو. وايه، واستغلينا شويه حاجات، بواقي عندنا حاجات نقدر نستغلها كويس ونعمل منها حاجه لطيفه. طبعا اضافات الخضروات دي زي ما حضراتكم تحبوا، زي ما انتم عايزين، ممكن نضيف زي ما قلت كوسه وفلفل الوان، بصل اخضر، بصل قرع، شويه بطاطا متقطعه، الحاجات الصحيه الجميله دي اللي بتدي تيست وطعم حلو. طيب دلوقتي بقى هنبدا في وصفه جميله جدا، تعالوا نقول مقاديرها مع بعض، وصفه ظريفه
محببة، أنا بحبها، بس أنا يمكن هقول لكم طريقة تانية بعملها بيها وأوريها لكم برضو للي بيحب. الوصفة دي جلاش هنحشيه، عندنا شوية سوداني لو شوية قرفة، عندكم مكسرات، وعايزين بقى تخلوا الوصفة دي حاجة كده يعني ريتش جدا وغنية كده وحلوة، هنحطوا بقى عين جمل، حطوا لوز، حطوا فستق، اعملوا ميكس بين العين الجمل والفستق واللوز، وحطوا رشة قرفة، تبقى بالمكسرات هتبقى جميلة برضه. احنا مش هنحط كمية مكسرات كتير، احنا طبعا هنكسر ده مش هنسيبه صحيح كده، هنعمله زي البودرة كده بس مجروش ناعم، ونرش رشة خفيفة ويبقى صوابع كده بناكلها حلوة، ونعملها شوية شربات لطيف. هننزل المقادير مع حضراتكم ونتكلم عنها دلوقتي. عندي صينية الجلاش الحلو الرول، عندي لفة جلاش، طبعا عندي سمنة، وللحشو فول سوداني وقرفة، أو لو حضراتكم هتستخدموا أي نوع من المكسرات تاني. وعايزين بقى للشربات كوباية ونص من السكر، كوباية من المية، وعندي عصير ليمون أو ربع معلقة من ملح الليمون، وهستغل معاه كمان مية الورد لو انتوا حابين تدوله الطعم العربي الحلو ده. تمام كده؟ طيب أنا بقى هبدأ كده مع حضراتكم في الوصفة دي، بس هنقل بقى الحاجة الجميلة دي، ودول هجرشهم شوية بقى، عايزة أجرش دول شوية ناعمين كده يا أبو حميد لو سمحت. هاخد بقى أنا الجلاش ده هنا، ريحة مية الورد دي لما تتحط على الشربات روعة روعة، تحسوا بتاكلوا حاجة كده في تركيا، في الأردن، حاجة عربية شامية، حاجة جميلة. زمان كان ماما تحط لنا على المية ماء الزهر، لازم نشرب المية الساقعة بماء الزهر، تبقى جميلة جدا وليها طعم كده مميز، كنا بنحبها. وكان زمان بيضيفوا على الرز بلبن برضو ماء زهر، نقطة ماء زهر كانت بتبقى رائعة، بيبقى الرز بلبن رائع، أطعمة كده الواحد أول ما بيدوقها يحس طعم زمان. طيب احنا هنفك هنا، طيب هما خايفين دي تهرب ولا ايه، انا مش عارفة، بس ماشي هاخد سكينة كده. طيب تمام، خلاص تمام، بسم الله. طبعا ده جلاش جميل طازة زي ما حضراتكم شايفين، خليني بس افصل دي عشان الحرارة ما تنشفوش اهو، بسم الله الرحمن. طبعا نقدر نجيبه من عند الراجل اللي بيبيع الرولة نص كيلو مظبوط، اللي هي بتاع ايه، بتاع الكنافة والقطايف، حلو، عنده نص كيلو نص كيلو على الميزان مظبوط جدا. وادي السمن، وبجيب كده ستيك بتاعه الشيش طاووق اللي هشكل عليها، وادي السمنه وادي القرفه ودي الميه الورد والحاجه بتاعه الشربات هخليها جنب. انا عموما عندي شربات جاهز، احنا عملنا شربات ده كتير جدا مع بعض. بصوا بتاعه الشيش طاووق لفيت عليها ستريتش، بس لفيته بس عشان ايه، اخليها ايه تبقى سهله لما اجي ارول، بصوا تبقى سهله معايا ايه ان انا ارول كده اعمله. وفي بتبقى فيه لو انتوا عايزينه تخين اتخن، في عصيان خشب كده بتتبقى اتخن من دي كمان، عشان انا بكبسه كده واعمله. شوفوا بقى هنعمل ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. انا كده عندي هنا خلاص هستخدم دي، فكروني باللي في الفرن، تعالوا بقى نسمي الله، مسؤوليه سيادتك. طيب يا فندم اطمن كده بس بصه اخيره، لان بص خلاص يا فندم انت خليت مسؤوليتك. طيب لا هو بقي حاجه بسيطه، بصوا كده اهو، حاجه بسيطه بس اهو، شايفين حاجه حلوه قوي، يا سلام. طيب تعالوا بقى نسمي الله، هاخد كده ممكن اجيب الطبق التاني بيتهيألي عشان افرد عليه الطبق الاهلي، هي زي ما انتوا عايزين، اعتقد طبقتين كفايه او طبقه واحده لو انتوا عايزين، بس ايه هي طبقتين هتبقى حلوه. هنعمل كده. معانا شيماء من القاهره، اهلا يا شيمو. ازيك يا شيف، عامله ايه؟ انا كويسه يا روح قلبي. الجمال بس والحلاوه دي حياه قلبي والله، انت اللي جميله يا شيمو. تسلمي ايدك، وصفاتك كلها جميله حبيبه عمري، تسلمي يا شيمو. قولي لي، طب مش عايزه حاجه معينه يا شيمو نعملها لك؟ عايزاكي تبقي تعملي لنا مره كفته داوود باشا. من عيوني بس كده، من عيني حبيبه قلبي. تسلم ايدك. تسلمي يا شيمو، ميرسي روح قلبي، ربنا يسعدك حبيبتي، شكرا ليكي. نعمل كفته داوود باشا دي جميله، تبقى في العزومات كمان جميله جدا.
شوفوا بقى انتوا عايزين اثنين ولا واحد؟ انا بصراحه بحب اعملها باثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. السمنه تنفع، الزبده تنفع، اهو الرول الورق اللي انا هعمله هنا اهو، خلينا ندهنه برضو ايه دهنه سمنه خفيفه كده، وانا بجهز كده. ماشي هوريكم بس اول واحده بندهنها، نعمل اول واحده وانا هشتغل كام واحده كده عقبال ما حضراتكم تطلعوا في الاستراحه، هوريكم ايه بنعملها ازاي على حسب التخانه. هنا بقى في المرحله دي برول بس ايه احط شويه من المكسرات بقى، اهم هوري حضراتكم شويه المكسرات الناعمه دي، عليهم رشه قرفه كده كده، وعليهم شويه سكر، معلقه سكر كده اهي، شايفين ازاي اهي رشه سكر كده، ونقلب كده وناخد بقى ايه الناعم ده. هوريكم كذا رولة لي رولة يعني، هنعمل كده، انا عايزه اديله شكل بس اهو. ماشي حبايبي، اهو هنلف بقى، شايفين ازاي حلو الكلام، وهضغط، خلينا اضغط من هنا، شايفين ضغط ممكن تعملوها كده، شايفين انا عاملاها ازاي، شايفين الطريقه دي حلوه قوي. تعالوا نعمل تاني، طب نطلع بريك وانا هبل الاتنين دول واعمل فواصل بينهم بالسمن، وفي انتظار حضراتكم عبال ما اطلع اللي في الفرن. حبايبي اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. بصوا بقى حطيت ورقتين طبقتين اهم بينهم الايه مسحه السمن وشويه السوداني اللي فيه رشه القرف، ودايما بخلي البوز من طرف اطلعه، انا عارفه ان هي بصوا المقاس بتاعها اصغر من ورقه الجلاش، يعني هي صغيره، انا ما بحطهاش في النص، انا بحطها كده بطرفها عشان اعرف ازق بدي، مش مهم الحته دي، المهم ان هي تترل بس وتساعدني، فبروح عامله كده والف عليها حشو خفيف، ده للناس اللي ما بتحبش الحشو الكتير يعني. وطبعا الحشو ده يرجع، بصوا بقف كده بالده واكبس كده، شايفين بايدي بضغط ازاي اهو، بضغط كده باخد بقى ارفع دي اشيلها واخد دي اتنيها كده جوه بعضها كده، شايفينها ازاي اهي، واحط هنا جنب بعض خالص، واخد شويه كده من السوداني، ممكن حشو في النص هنا كده، وباقي نعمل واحده كمان مع حضراتكم من الالف للياء. بسم الله ناخد واحده كده، طب ورقه واحده، وهنمسح بسم الله الرحمن الرحيم بالسمن كده. الفول السوداني ده كمان مهم جدا، ده بيمنع من تكون حصوات المراره، وبيقي من السكر، بيحارب الاكتئاب، بيزود الطاقه، بيعالج الكانسر، وبيحسن الذاكره، تعالوا بقى دي، بينزل كمان مستوى الكوليسترول الضار، وغني بالاكسده، بمضادات الاكسده فيه كويسه جدا. بصوا اهو حتى لو واحده كده اتشالت بنلحمهم في بعض عادي جدا ونشتغل اهو، مسحه خفيفه كده، وبعدين هناخد الرش الحلو اللي احنا قلنا رشه قرفه مع رشة السوداني حبة كده اهو، واخد الستاك بتاعتي اللي انا غلفتها بالايه غلفتها بالستريتش عشان بسرعة تترل معايا من غير ما تضايقني. الصنف ده في رمضان كمان جميل جدا على فكرة، لو جربتوه من الحلويات الحلوة. بصوا بضغط ولازم يبقى طري، هسحب دي اهي طلعتها، واروح تانية كده اهي، شايفين ازاي جوه بعضها كده، واحط هنا، تعالوا بقى نشوف مع بعض كده، دي ينفع تعمل واحدة صغيرة، تعالوا نحشرها جنبها هنا، واحدة هنا، شوف دي هتطلع لنا ايه دي، كده
كده هاجي دي هنا وهاخد دي كده هنرول. شايفين عايزين تحشو لا الصنف ده في الكشكاشه دي ما تتحشيش الا مكسرات. خليني بس التانية بقى نعملها مره. بصوا دي صغنونه ازاي تتحط هنا نعملها اللي انتوا عايزينه كله نعمله. الحاجات الكدابه ما تحبوش الحاجات الحقيقيه ماشي. بصوا بقى اهو قفلنا الايه الحاجه الحلوه بتاعتنا دي ده. شايفين الجمال. تعالوا بقى نعمل حاجه اخيره. هاخد كده شويه السمنه دول عايزه اسيحهم هنا شويه اهو واجيبها هنا بسم الله هنا عشان تسيح. لازم اصب شويه حلوين علشان ايه تبقى مظبوطه جدا. نشيل بقى الحاجات دي ونبدا بقى دي احتفظوا بيها. دي ممكن تتنضف كده وتتشال لاي وقت تاني تحتاجوها فيه مفيش اي مشكله خالص. ده ايه انا ما عملتش الاطار الخارجي يعني انا دهنت حطيت الورقه على سطح نظيف وهي انا ما دهنتش تحت انا دهنت بينهم بس. هنبدا بقى دلوقتي بصوا تسيح بس كده السمن جميله منظر جميل. هتدخل بقى الفرن اعملوا بقى ده صاج كبير كده هيطلع روعه. وناخد كده ايه معلقه نصب بيها اهو. بصوا الزياده بتتصفى قبل ما نحط الشربات ما تقلقوش اهو. شايفين ازاي جميلة جدا. اهو شايفين يلا بينا ندخلها فرن حرارة 180 على الرف في النص. بسم الله اهي شايفين الجمال. هتاخد لها ربع ساعة تلت ساعة بالكتير على حسب درجة حرارة الفرن. هنقفل وتعالوا بقى نبدأ مع بعض نرد على أسئلة أصدقائنا وحبايبنا اللي بيبعتولنا علشان نبقى راضينا كل الأطراف. طيب إحنا مبدئيا بسم الله عندي هنا نفتح كده ونشوف أصدقائنا اللي بعت لنا أسئلة. خلينا الأول نتكلم على أسئلة آيس كريم الكراميل لأصدقائنا اللي سألوني عن آيس كريم الكراميل. أنا عندي للمقادير كوباية ونص من اللبن البارد وعندي بودرة كريم شانتي هي الكوباية كريم شانتي عليها كوباية ونص لبن لو هتعملوا كمية كويسة أو كوباية ونص مية ساقعة زي ما أنتوا عايزين. الكمية بتاعة الكريم شانتي ترجع لحضراتكم ودي بديل الكريمة المخفوقة. الكريمة الخفقة حاجة عشان السؤال اللي جالي دلوقتي إن الكريمة الخفقة هي الكريم شانتي. لا الكريمه الخفق هي سائله وبتتباع العلب اللي احنا عارفينها في السوبر ماركت منها انواع. اسالوني ايه الانواع الكويسه اللي بتمسك وهي البديل بتاعها الكريم شانتي. في كريمه تانية لباني باودر بتتباع ممكن تستخدموها بس طعموها يا اما بسكر بودره يا اما بمعلقه عسل يا اما بنوع من انواع يعني معلقتين من الكريمه العاديه. طيب عندي كمان نص كوبايه من اللبن البودره ومعلقه كبيره من الفانيليا بيفضل يعني للوصفات بتاعه الايس كريم استخدموا الفانيليا السايله تحسوا بالطعم والتيست اقوى. طيب صوص الكراميل هنتكلم عنه. انا عايزه كوبايه سكر محروق ازاي اعمله؟ يعني الصديقه اللي بتسالني ازاي اعمل السكر المحروق او احرقه ازاي عشان اكرمله
بصي يا ستي، احنا هنعمل كالاتي. هنعمل طاسه، بسخن الطاسه كويس جدا، اخليها هي اللي تسخن قوي قوي، وبعدين انزل كوبايه السكر. وانا بنزلها تبداي تلاقي حروف السكر كده في الطاسه بدات ايه تسيح وتبقى لونها يدي لون البني الغامق كده. وطي النار بقى، او مش توطيها، خليها متوسطه، هدي النار عشان تقدري تدوبي بقيه السكر وانت شغاله بسباتولا. وخلي بالك جدا جدا من لسعه، لان اللسعه بتاعته وحشه جدا. طيب كده احنا عملنا، قلنا ايس كريم الكراميل، هنتكلم على ايس كريم المستك. بصوا البوظه هرد عليها حالا، البوظه دي العربيه بيضيفوا لها سحلب، سحلب باودر. معلش انا هدخل على الاسئله علشان ايه، فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، عشان نبقى انا قلت برضو بالاسماء اللي بعتالي اهو. بسم الله، هقول لكم مين اللي سالوني على البوظه. نورة عاطف اللي سألتيني عن كريمة الخفق، هي الكريم شانتيه ولا لا؟ أنا رديت عليكي حبيبة قلبي. ودلوقتي هنتكلم عن البوزة الشامية. بسم الله الرحمن الرحيم، خليني أشوف هنا. السلام عليكم، يعطيك العافية، بس أنا ما فهمت بعد ساعة من التلاك بدنا نعملها طبقات. دي الكيكة الروسية، هتكلم عنها حالا. دي وسام باكر، اهلا بيكي من الاردن بتسالني. طيب هرد عليكي حالا وهنقول عليها، لانه احنا لما بناخد الكيكه الروسيه احنا بنقسمها، يعني العجينه اللي بنطلع بيها بنقسمها دواير، او لو عايزه تعمليها على مربعات على حسب الشكل اللي انت عايزه تطلعي بيه الكيك بتاعك. هتعمليها ثلاث طبقات او اربعه، من ثلاث لاربع طبقات عشان تطلع هشه وحلوه. انا بعملها اربع طبقات، يعني العجينه دي هتعمل لك اربع طبقات، وتقدري تحطي بينهم الكريمه اللي انت عايزاها وتسقعيها، واللي بيتبقى من الشكل او من العجينه اللي اتبقى بدخله عادي يستوي وياخد الطبقه دي، يعني يدخل الفرن ويطلع اطحنه في الكبه واعمل الجوانب والشكل من فوق بتاع الكيك. طيب هنتكلم عن، تسلم ايدك محمد مادو بيقول، تسلم ايدك، لو سمحتي نعمل ايه لما اللبن الحليب يقطع بعد غليه، اتركه على رخامه المطبخ حتى يبرد، وعندما اضعه في الثلاجه اجده غير صالح وقاطع، اعمل بيه ايه؟ طيب اذا اللبن قطع منك، هنفترض لانه اللبن يعني خلاص ده امر الله ونفذ، تقدري تستخدميه اولا في كل المخبوزات. لو عايزه تعجني اي حاجه تستخدميه في الكيك يبقى رائع. في ناس بتعمل منه الجبنه، تقدري تاخديه وتستخدميه في خميره المش، تزوديه لو عندك مش، او تعملي منه وتحوشيه وتحتفظي بيه ونعمل منه خميره مش وتشيلي شويه جبنه فيه يبقى رائع. كل انواع المخبوزات والكيكس يدخل فيها اللبن القاطع بشكل قوي جدا، ما تقلقيش، ويطلع لك معجنات طريه جميله قطنيه عشان بس تبقي عارف. طيب هنتكلم مع مو، معلش مش عارفه الاسم، مو وارجي يعني ايه كريمه رايبه من حبيبتي الكريمه اللي هي الساور كريم، اللي بتبقى حامضه شويه ليها طعم كده لاذع سنه، هي بيسموها ساور كريم، هي دي الكريمه الرايبه اللي بيقولوا عليها. طيب في مين تاني طالب ايه؟ خلينا نطلع فوق كده نشوف. ينفع نستبدل كريمه الخفق ببودره الكريم شانتيه؟ طبعا ينفع، ما فيش اي مشكله خالص. تسلم ايدك كريم دسم، عايزين ايس كريم بيموت، احنا عملنا حلقه ايس كريمات حلوه جدا، يا ريتك تشوفيها حبيبه قلبي لاولادي حياتي. طيب عندنا كمان، احنا كده ردينا على روان ادهم اللي قالت عايزه تعرف تكرمل السكر ازاي. هو ده طريقه كرمله السكر، عشان لازم تهدي النار بعد ما الطاسه تبقى عاليه الحراره وتحطي السكر عشان يدوب وما يتحرقش. طيب في صديقه كانت بعتلي فويس بتقول لي، هقول لك هي مين، ثانيه واحده، اسمها ابو محمود، بتقول لي انه هي عملت كميه من شوربه الخضار وكانت حاطه فيها شرايح ليمون ومررت منها وبقى طعمها وحش قوي، ما قدرتش تطلعها في العزومه. اولا احنا ما بنعمل شوربه ما بنحطش فيها الليمون خالص، لانه كمان لو انا عايزه استفيد من الليمون هيبقى ضاعت كل فايدته، لان الفيتامين سي بيتكسر في الحراره. فانا كل اللي محتاجاه من حضرتك، لو انت حسيتي ان الكميه كبيره وهي مررت، قللي نسبه الشوربه اللي هي موجوده اللي كان فيها نسبه المراره دي، نزليها خالص، تخلصي منها، واعملي مرق جديد. اذا عندك مرق دجاج او مرق لحم كويس نكهيه وحطي، انقلي الخضار فيه، هتدعمي شويه الطعم الممرر الوحش اللي انت مضايقك ده. لكن بعد كده لما تعملي اي شوربه في الدنيا ما ينفعش تحط الليمون الا وقت ما نقدم الشوربه، ما يتحطش على النار ابدا. طيب هناخد كده، بسم الله، ناخد كمان،
انا بعت لكم نوع الشوكولاته الدارك اللي انا بستخدمها، نوع شوكولاته دايت بس اكل شوكولاته ما تكونش دهون كتير. على فكره في انواع كتير، وانا بعت ليكي دي سهام. سهام انت بعتي لي وانا بعت لك، ودايما عندي اكتئاب بعد الشر عنك حبيبتي، بس انت كمان محتاجه تمشي وتغيري اللايف ستايل بتاعك، يعني كل ما تحسي بالاحساس ده ما تسيبيش نفسك، لانه مش الشوكولاته بس اللي هتطلعك منه، انت كمان لازم تساعدي نفسك وتخرجي من المود ده فورا لو استسلمتي له هتعيشي فيه. طيب خلينا نشوف هنا، كان نشتري الريش الضاني؟ ده سؤال غريب جدا. هو لما نشتري الريش الضاني وزنها بيقل بعد التقطيع ام يبقى الوزن كما هو عليه؟ على سبيل المثال الجزار بيقطع جزء الريش كامل وينظفه ويفصل الريش عن بعضها، هل وزن 2 كيلو ريش يصبح كيلو ونص بعد التقطيع؟ لو نظف منها هتشيل، لو نظف من الريش بس المفروض التنظيف ده انت بتوجهيه، عايزه تاخديه من حقك تاخديه، لان انت اوريدي اتحسبتي على الوزن ال 2 كيلو مش الكيلو ونص. فال 2 كيلو دول انا لما باجي اطلب مثلا لحم اقول له فروم لي بيديني الباقي من ده اخده، تمام؟ بجد؟ حالا حالا ساصارع حالا. جدعان جدا، خدتوا بالكم ازاي يا قواريب؟ الحمد لله. هو لسه كان قدامه شوي، مش عارفه انتوا مستعجلين ليه؟ يا حبايبي ما تخافوش ما تقلقوش. بسم الله، تعالوا بس ننزل الشربات السخن ونسمع الايه الصوت الحلو ده. بلاش دي، خليني اخد الثانيه. يلا بينا. الشربات ساقع والجلاش سخن، بصوا الشربات تقلوا عامل ازاي؟ لازم يبات ليل، اي شربات خاص بالحاجات الحلوه الشرقيه لازم يبات في الثلاجه ليل عشان تستمتعوا بيه. الشربات ده بصوا معمول عليه معلقه واحده عسل جلوكوز، ده معمول بالظبط كده كيلو سكر على نص لتر من الميه، محطوط عليه عصير ليمونه كبير ومعلقه كبيره من عصير من عسل الجلوكوز او معلقه كبيره من العسل الابيض، وحضراتكم بتسيبوه على النار لحد ما يغلي، اول ما يبدا في الغليان بنسيبه 10 دقائق وبعدين نهدي النار عليه 10 دقائق على نار متوسطه لحد ما نعد ال 10 دقائق نطفي ونسيبه على النار، يبرد ندخله الثلاجه يبات ليل. عايزين بقى تطعموه، ينفع عود قرفه، ينفع كام فص من الهيل او الحبهان، ينفع اليانسون النجمه، ينفع كام كبش قرنفل، كل ده ينفع مع الجلاش، ينفع مع القطايف، ينفع مع اي حاجه فيها بقلاوات يعني او المكسرات اللي ليها نكهه تحب القرفه. كده دي الوصفه، مش عارفه اقدر اطلعه لكم في طبق، خلوني اطلعه في طبق معلش، ممكن؟ ولا انتوا ايه؟ مش احنا عندنا دقيقه كده؟ نحاول نشوف كده هيطلع شكله عامل ازاي؟ احنا ونصيبنا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدات كده جميله. اوكي دي الصغننه، لا خلينا ناخد الكبيره الحلوه دي. بصوا جميل ازاي، شرب حلو. تسلم ايديكم حبايبي، والله انتوا مصورين الحاجه جميله، تسلموا. بسم الله، ريحته روعه فعلا. ناخد بصوا بسم الله، لما بنزنقه في بعض كده بيطلع شكله جميل جدا. حط واحدة بقى في النص، ممكن تبقى الجميلة دي. شايفين حلو ازاي؟ الصغيرة دي أنا ممكن آكلها، وهسيب لكم واحدة من خفوف. شايفين بقى أدي الجمال بتاعه، وهو سخن بيتشرب وبيبقى جميل ومش محتاج كمية كبيرة ولا حاجة اهو، وصحة وهنا على قلبكم، وجربوه كده ان شاء الله، يعني الوصفة تبقى بسيطة وجميلة وسهلة وبالهنا والشفا. بسم الله، نزل هنا. والنهاردة عملنا وصفات تنفع للفطار، اقتصادية، حاجات موجودة في البيت نقدر نحولها. عملنا الجلاش الحشناب السوداني بشكل لطيف وجميل،
تقدروا تحشوه زي ما انتم عايزين، لكن اي نوع من المكسرات ينفع بالشكل والطريقه اللي احنا عملناه، يبقى شكله حلو ورائع. عايزين تصغروه عن كده، اعملوا نص الورقه بالطول، هيطلع وحدات صغيره. لو حابين الورقه ما تبقاش كبيره ويبقى هو كبير كده. وعملنا الجلاش، بواقي الجلاش اللي موجوده عندنا عملناها بطريقه البيتزا زي ما احنا شفنا كده في البايركس، بالاجباد اللي باقيه بالزيتون بشويه لانشون او باسترما زي ما انتم عايزين. وعملنا طاجن فيه البطاطس واللانشون مع البيض، ودخلناه الفرن وشوحنا الحاجات دي مع بعض. ينفع يتاكل كده، جميل جدا. مهم قوي الخضار، مهم قوي يبقى مع وجبه فيها بروتين في الفطار او في العشاء، مهمه عشان الولاد. اتمنى يا رب الوصفات تكون نالت الاعجاب. واسمحوا لنا بقى دلوقتي نستعد عشان نطلع لاستراحه، نستقبل مع بعض الفقره الطبيه في انتظار حضراتكم بعد الاستراحه.